كناش نسميه صراع داخلي داخل الحزب اكثر ما نقولوا ان الحزب وصل لواحد النقاش ديمقراطي داخل الحزب. يعني لان كان قبلا كان الاختلاف يدبر بواحد الصيغه ديال التوافق والصيغه ديال فرض الراي، اما الان الاختلاف ولا كيدبر ديمقراطيا، كيدبر يعني بالنقاش والحوار، ولما لا في بعض الاحيان المرور يعني للتصويت باش يكون يعني مساله ديمقراطيه. اذا هنا كنقولوا بان حزب الاسرى والمعاصره وصل لا ماتوريتي ديالو، يعني وصل النضج ديالو الديمقراطي، ان الاوان انه تغيير ممارسات اللي كانت قديمه، وغادي تجي ممارسه جديده اللي ممكن نديروا بها اعاده بناء او لا اعاده ولاده حزب جد قوي، حزب اللي ديمقراطي حداثي ممكن يعطي واحد التصور جديد للمشهد السياسي على الصعيد الوطني، وممكن يكون في الرياده مستقبلا في 2021 بعد ترصيص الصفوف ديالو يعني وطنيا وجهويا ومحليا، وممكن انه يعطي حلول وبدائل للمشاكل اللي تخبطت فيها الحكومه الحاليه والحكومه السابقه خاصه في القطاع الاقتصادي والاجتماعي. واصلا موضوع الامانه العامه في حزب الاسرى والمعاصره ماشي في حد ذاته هدف، وتحدثنا الان في هذا اطار هذا النقاش الداخلي اللي في حقه قوي ومثمر وجيد وصحي للحزب، تحدثنا كثير على 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 واحد الكيت شارج ديال الامانه العامه، على مؤسسه الامانه العامه، على واحد التصور ديال الامانه العامه باش غادي نخرجوا بنموذج المغاربه، لان الهم ديالنا دابا مابقاش هم داخلي، الهم اللي غادي يكون عندنا هم ديال اشنا غادي نعطيو للمغاربه، اشنا هو الامل اللي غادي نعطيوه للشباب، اشنا هو الامل اللي غادي نعطيوه للنساء، اشنا هو الامل اللي غادي نعطيوه للمواطن المغربي خاصه من هنا ل 2021 وما بعد 2021 من اجل اخراج الوطن، اخراج البلد من هذه الوتبه او هاد النكسه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كنعيشوا فيها وكنتخبطوا فيها. اصلا من كيولي تحوير النقاش السياسي الى ما هو غير سياسي، هذا كيكون كيبين عن ضعف التصور، ضعف لربما بين قوسين في التربيه، لان اذا كنا كنتناقشوا سياسيا كنبقاو نتناقشوا سياسيا، اما باش نمشيو على الهواميش ونهضروا على مواضيع اخرى بعيده على صلب الموضوع من اجل تعويم الموضوع، من اجل تعويم النقاش اللي هو جاد ومهم عندنا في الحزب. فهادشي كنتمناو ان من الاخوان ديالنا في الحزب الاسرى والمعاصره كاملين ان يتجاوزوه ويتغاضوا عليه، وما يكونش ما يكونش النقاش السياسي اللي كاين حاضر الان اللي هو كنقولوا دائما وابدا انه نقاش صحي يؤدي الى ما هو سلبي اللي يقدر ياثر على الصوره ديال حزب الاسرى والمعاصره على الصعيد الوطني بالنسبه لعلاقتنا مع الاحزاب الاخرى وعلاقتنا مع المواطن. حنا بغض النظر على القرار ديال المحكمه، لان ما نبغيو شيء نديروا واحد الممارسات اللي ممكن تاثر على الراي ديال القضاء، لان كنحترموه احترام كبير، ولكن كيف ما كان يعني الحكم ديال القضاء وكيف ما كان يعني التوجه ديالو، فالنقاش كاين، نقاش سياسي، ما هو سياسي سياسي وما هو قضائي قضائي وما هو اداري اداري، النقاش كاين. والان قررنا بان هذا النقاش وهذا الحلحله ديال هذا الاخراج الحزب من 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 الوتبه ديالو الى الديمقراطيه الى الممارسه الصحيحه غادي تبدا من الاقاليم ومن الجهات. أنا ذاك أي حد كيكون عنده أهداف شخصية ولا أهداف بعيدة على التوجه التصور ديال الحزب راه غادي يتحيد بزز منه، لأن علاش ملي كتكون الإرادة ديال جماعية وإرادة ديال أغلبية مطلقة
فلا بد ان اللي عنده افكار مغلوطه ولا ممارسات مغلوطه ضروري ما كيلقى راسو محرج، كنديروا له داك الاحراج، انا ذاك غادي يخرج يا اما غادي ينضبط للمجموعه او لا غادي يخرج من الصف ديال الحزب العصام والعصاره، لان احنا حزب حداثي ديمقراطي بغينا نخرجوا بحلول اقتصاديه واجتماعيه للمجتمع. رجل تعليم نحترمه كرجل تعليم، ربما فشل في تسيير الحزب كأمين عام. سي سمير كودار الحماس ولونجاجمون، سي لونجاجمون، سي اكزاكتومون لونجاجمون. فاطمة الزهراء المنصوري سي الوجه المشرق ديال المرأة الحداثية، المرأة ديال حزب الأصالة والمعاصرة. أتأسف على ممارسة السي المحرشي ولو أنه عنده امتداد في الإقليم ديالو، ما يشفع له في حزب الأصالة والمعاصرة أنه عنده امتداد في الإقليم ديالو. السي خشيشين رجل دولة كل المقاييس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.